هكذا والصلاة والسلام على رسول الله باسم الأخوة في دار القرآن وباسم الأخوة في مسجد المحسنين ومسجد الرحمة والمركز الإسلامي نحييكم في هذا اللقاء بعنوان لماذا الرسل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، طبتم وطاب مثواكم وتبوأتم من الجنة منزلا. تبدأ الفقرة إن شاء الله بترتيل آيات من القرآن الكريم ابننا آدم ثم أحمد. سيقرأ علينا آدم أولا من سورة الإسراء، يبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نشكر ابننا آدم حافظ ما شاء الله يحفظ من كتاب الله عز وجل.
تقريبا نصف القرآن، زاد الله علما وعلمه كل القرآن إن شاء الله. والآن يقرأ علينا أحمد من سورة ما تيسر من سورة الحديد. تفضل أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. بارك الله فيك أحمد، جزاك الله علما، الله جزاك الله خيرا. والآن أخواني ننتقل إلى كلمة مسجد المحسنين ومسجد الرحمة التي يلقيها علينا الأخ مختار. كلمة في عنوان خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمده حمد الشاكرين ونستمد عونه للمجاهدين ونستنجز وعده للصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي من لساني وزيرا يساعدني عليك ويؤدبني بين يديك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحقيقة أن هذه الكلمة كانت من الأخ حيدر إمام الجمعة في مسجد المحسنين، إلا وأنه تعذر علي القدوم إلى مسجدكم هذا فكلفني بمهمة صعبة وأنا لا أطيق حملها، ولكن اضطررت لذلك اضطرارا. فيجب عليكم أن ترفقوا بأخيكم
إن أخطأ تصوبوه، وإن قصر يعني تتجاوز عن تقصيره. وأنا بصراحة يعني أود أن أكون مستمعا ولا أريد أن أكون يعني متكلما. بما أن هذه المناسبة هي مناسبة يعني الدفاع أو إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم من افتراء المفترئين واستهزاء المستهزئين، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو رحمة المهداة، والله سبحانه وتعالى سماه في القرآن برؤوف رحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى وسماه كذلك رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هل الذي هو رحمة للعالمين لكل الناس هل يستحق أن يستهزأ به؟ طبعا لا، لأنه رحمة للعالمين ليس للمسلمين فقط. الآية تقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وصلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون حوله ويعجبون به ويقولون هل وضعتم تلك اللبنة، هذه اللبنة، فأنا تلكم اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو رحمة للعالمين، وبعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للناس، بالتالي هو ليس رحمة للمسلمين فقط. النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي أحد اليهود توفي، بكى صلى الله عليه وسلم وقام ومشى في جنازته، قيل له إنه يهودي، قال أليست نفسا؟ مش نفس بشرية؟ وكذلك عندما مات اليهودي بكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فنفس فلتت مني إلى النار، نفس راحت إلى النار. النبي صلى الله عليه وسلم أتراه يفرح عندما يدخل يعني الغير المسلمين إلى جهنم؟ هو لا يفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يريد من البشرية أن تتبعه ويدخلون الجنة، وهو مفتاح الجنة عليه الصلاة والسلام. بالتالي الفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لمعاداة الآخرين، هذا بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رحمة للآخرين، جاء يدعو الآخرين إلى الطريق السوي الذي سلكه الأنبياء من قبل وسلكه نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة قال على 15 شخصا قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة، لأنهم كانوا حربا على الله ورسوله. ولكنه صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى مكة فاتحا قال أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا إن شاء الله، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. من الذين فروا خارج مكة هربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عكرمة ابن أبي جهل وصفوان بن أمية والشاعر كعب بن زهير، في شاعر وهو ابن زهير بن أبي سلمة أظنه أبوه شاعر وهو شاعر كذلك، فر إلى الصحراء. فجاءت زوجة عكرمة فاطمة واستسمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يعفو عن عكرمة فعفى عنه. قالت يا رسول الله أعطني دليلا على أنك عفوت عنه. قال هذه عمامتي دليل على أني عفوت عن عكرمة. فأخذت تلك العمامة والتحقت بزوجها وكان في الصحراء، فقالت يا عكرمة ارفق بنفسك، والله لقد جئتك من خير الناس، محمد صلى الله عليه وسلم هو خير الناس. فعندما رجع إلى مكة قام له النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله استقبال الأبطال وقال مرحبا بالراكب المهاجر، فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم بعكرمة ولم يسلم بعد. وكذلك نفس الشيء صار مع صفوان بن أمية ورجع إلى مكة وبقي على شركه، وأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم الدروع كي يحارب بها النبي صلى الله عليه وسلم في معركة حنين، وقال يا محمد أتريد أن تأخذها مني عنوة أم عن طيب خاطر؟ قال لا بل عن طيب خاطر، وأعطاه الدروع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند فتح معناها وعند انتصار المسلمين في غزوة يعني حنين يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 200 جمل أو 300 جمل إلى صفوان بن أمية يتألفه فأسلم. وعكرمة ابن أبي جهل يعني توفي في فتوح الشام،
فكان يقول له خالد بن الوليد: ارفق بنفسك يا عكرمة. يقول له: يا خالد، أنت لك صولات مع رسول الله، وأنا لي صولات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأريد أن أكفر عن نفسي، يعني أريد أن أجاهد يعني في تلك الفتوح حتى يكفر عن نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك الشاعر اللي هو كعب بن زهير، هذا الرجل كان شاعرا وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعره إيذاء مرا، يعني شعره مثل السيف القاطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة قال: اقتلوه ولو وجدتموه معلق بأسار الكعبة، ولو أنه ماسك بستار الكعبة اقتلوه. ولكنه فر إلى الصحراء، ثم أراد أن يعود إلى مكة، فكان يأتي الناس ويقول: من منكم يعني يستسمح لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلهم يقول: اغرب عن وجهي، أنت مهدور الدم، أنت مقتول، أنت حكم عليك بالإعدام. قال: خلوا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل. وعندما دخل كان قد ألف قصيدة، أولها: بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وعادت العرب كل واحد يلقي قصيدة ليبدأها بالغزل. بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكي قصرا منها ولا طول. وبعد قال: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، لا تؤاخذني بما فعل الوشاة بي، وإن كثرت في الأقاويل. بعد إلى أن مدح النبي قال: مهلا هداك الذي أعطاك نافلة، القرآن تأويل وتنزيل، خلوا سبيلي لا أبا لأبيكم، فكل امرئ وإن طالت سلامته على آلة حدباء محمول. يعني قال: خلوا بيني وبين رسول الله، ماذا سيصنع بي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قتلت فكل امرئ وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والأكثر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه ونزع جبته، بردته عليه الصلاة والسلام، وألبسه إياها. فبقيت عند كعب بن زهير وعند أبناء كعب بن زهير وأحفاده، إلى أن اشتراها أحد الملوك ب20,000 دينار ذهب، تلك القميص، قميص النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الشاب والمريض إذا صارت له هكا رجفة متاع برد وحمى يلبسوه جبة النبي صلى الله عليه وسلم، يروح من غير ما يروح للدكتور، المرض يروح. وهذه وردت في الكتب. فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا نخرج عن الموضوع ولا أطيل عليكم، أنا يظهر لي ناخذ حصة بالضبط. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم يتميز عن كثير من الناس، ويتميز حتى على الأنبياء والرسل السابقين بشيء، هو أن الله سبحانه وتعالى لم يقسم بحياة أحد من خلقه إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. قد تستغربون في هذا، تقول أنت الشخص وحياتك، هذا لا يجوز عند العلماء. من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إيا محمد، وحياتك يا محمد، أن هؤلاء في سكرتهم الكفار، أي في غيهم، في كفرهم يعمهون. قال ابن عباس: ما خلق الله عز وجل وما ضرأ نفسا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت الله عز وجل أقسم بحياة أحد إلا بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أقسم بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى في القرآن نادى الأنبياء: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. من يجيب لي آية أخرى فيها يذكر فيها الله سبحانه وتعالى اسم نبي مثلا؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فيش آية أخرى مثلا تذكر نبي من الأنبياء؟ يا إبراهيم بالضبط، ولا يا إبراهيم يوسف أعرض عن نعم، واستغفر لذنبك، هاي نعم، يا إبراهيم إنك قد صدقت الرؤيا. يعني في كثير من الآيات الله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء بأسمائهم، ولكنه لا يوجد خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه. ما فيش في آية تقول يا محمد افعل أو لا تفعل، من منكم يأتي بآية؟ لا يوجد. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، خاطبه بصفته. فأنت إذا كان شخص مدير عام متاع شركة تقول له يا محمد ولا يا علي، سيغضب. فإذا أردت أن تكرمه أو تشرفه قل يا سيادة المدير العام،
للشركة. لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه الله ولله المثل الأعلى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم فيش نداء ثاني: أيها الرسول، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. ثم كذلك: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك. فيش آية أخرى؟ من يذكر آية أخرى؟ من يذكر آية أخرى؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. في آية أخرى كذلك: يا أيها النبي إذا طلقت النساء. فالله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم أما بوصفه كونه نبي أو بوصف كونه رسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الأمي. حتى عندما ذكر في نفس الآية إبراهيم وذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر إبراهيم باسمه إبراهيم وذكر محمد بصفته بأنه نبي. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي الأمي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر باسمه 4 مرات في القرآن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه 4 مرات، ولكن لا يذكر الاسم إلا إلى جانب الاسم تجد معناها صفته صفات النبي صلى الله عليه وسلم كرسول. محمد رسول الله والذين آمنوا معه، هذه أولى. ثانيا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثالثا: ما كان محمدا أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. رابعا: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. بما نزل على محمد، أي صفة النبوة موجودة أو صفة الوحي موجودة بأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: بما نزل على محمد. وناداه بالتنويه واللطف: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. ما جاتش يا أي محمد. ولذلك خيانا اللي يتصدقوا للتدريس يتجنب كلمة يا محمد، يقول رسول الله، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم، إلى آخره من الصفات التي تطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل ألا يقول كلمة محمد مجردة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يقولون يا محمد، كانوا يقولون يا رسول الله. ونداء السيدة عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقول دائما يا رسول الله، كانت تنادي النبي صلى الله عليه وسلم بصفته بأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. الأولى قلنا أن الله سبحانه وتعالى نادى الأنبياء بأسمائهم، ونادى النبي صلى الله عليه وسلم بصفته بأنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسمه محمد، وذكر مرة واحدة أحمد، إلا وكانت مقترنة بصفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله. ثالثا: نهى الله سبحانه وتعالى في القرآن عن مناداة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد. قال تعالى: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. يعني ندائكم للرسول صلى الله عليه وسلم ما تنادوش مش ما تنادوا بعضكم قولوا يا علي، يا صالح، يا أحمد، لا، يا محمد، لا، لابد أن تقول يا رسول الله. رابعا: منها أن الله سبحانه وتعالى أقامه مقام ذاته. الله سبحانه وتعالى أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام ذات الله سبحانه وتعالى بين خلقه. بماذا نستشهد؟ قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. يعني أنت إذا مددت يدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فإنك بهذه البيعة قد بايعت الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا بايعت أي إنسان آخر، هل تكون قد بايعت الله سبحانه وتعالى؟ لا، إلا أن تكون قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي تكون قد بايعت الله سبحانه وتعالى. خامسا: ومنها أن الله بدأ بالعفو قبل التأنيب. أنت تريد أن تلوم شخصا عن تقصيره في أي مجال المجالات، سواء كان أخطأ في حقك أو ظلمك أو أخذ مالك أو ما إلى ذلك. عندما تعترض: يا أخي،
ليش أخذت المال متاعي وظلمتني وأخذت لي كذا وقلت كذا ونقلت كذا؟ بعدين ما تسرد معناها الأخطاء التي ارتكبها في حقك، إن أردت وكان لك قلبا طيبا تقول له قد عفا سامحتك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيك بالخير، وتكون قد ذكرت أخطاءه من قبل أن تعفو عنه. والله سبحانه وتعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو قبل أن يظهر له الخطأ الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصريح القرآن. قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. أن المنافقين في غزو من الغزوات رجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بيوتنا عورة ونحن عندنا وكذا وكذا وكذا، هل تسمح لنا بالرجوع إلى المدينة؟ نحن يعني وقت حر ووقت حصاد ومزرعنا ستهلك وما إلى ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم أن ترجعوا. فرجعوا، رجع عبد الله بن أبي رأس المنافقين بثلث الجيش. فالله سبحانه وتعالى لام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: عفى الله عنك لما أذنت لهم، أي لما أذنت لهم من الرجوع. ومنها يعني لما أذنت لهم من الرجوع، في حين أن الله سبحانه وتعالى عندما يذكر أخطاء الآخرين في القرآن يذكر لهم الخطأ ثم يذكر العفو عنهم بعد ارتكاب، لكن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر العفو قبل أن يذكر الخطأ الذي وقع فيه. ومنها أن الله سبحانه وتعالى وضع به الأغلال التي كانت في أعناق العباد والآثار التي كانت عليهم حسب ما نطق به القرآن ووجب التصديق به والإيمان. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم الأغلال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم أن الله سبحانه وتعالى سماه في القرآن بالرؤوف الرحيم. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: محمد الرسول. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم موسى عليه السلام عندما تكلم في معية الله مع النبي موسى عليه السلام، عندما تكلم حول معية الله، يعني ما معنى معية الله؟ أن الله معنا، يعني عندما يكون الله معك وهو دائم معنا إن شاء الله، دائما معنا، عندما يكون الله معنا هاته معية الله. فموسى عليه السلام ماذا قال؟ قال: إن معي ربي سيهدين، ولا؟ قال: إن معي ربي سيهدين. عندما ذكر موسى هذا الكلام وقال إن معي ربي سيهدين، هل ذكر الله قبل أم ذكر نفسه قبل ذكر الجلالة؟ ذكر نفسه قبل، قال إن معي ربي سيهدين. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحزن إن الله معنا. شوف الآية الأولى، النبي موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال إن معي، ذكر نفسه قبل ذكر الجلالة، إن معي ربي سيهدين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار ماذا قال لأبي بكر؟ قال: لا تحزن إن الله، قالش إن معنا الله، قال لا تحزن إن الله، ذكر اسم الجلالة قبل أن يذكر نفسه، قال لا تحزن إن الله معنا. وهذه العبودية الحقة التي تفوق سائر الأنبياء والمرسلين، يعني وإن كانوا هم يعني من أولي العزم. وكذلك الله سبحانه وتعالى تاسعا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى شرفه فذكره معه في الصنائع، سواء النعم اللي نحن نتمتع بها، نعمة الإسلام ونعمة معناها القرآن ونعمة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. هذه النعم نعمة إلى من تنسب؟ تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ فذكره معه في الصنائع إلى عباده، فقال تعالى: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وما نقموا إلا أن أغناهم الله
الفضل الذي نحن نتمتع به، وأغنانا الله سبحانه وتعالى بهذا الدين. من الذين أغنانا بهذا الدين؟ الله ورسوله. أغنانا الله وأغنانا الرسول صلى الله عليه وسلم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذا ليس بشرك، هذا الطريق محمد صلى الله عليه وسلم هو الطريق الذي يوصلك إلى الله. الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا محمد، والله لو طرقوا ألف باب، لو طرقوا لي ألف باب ما فتحت لهم إلا أن يأتوا خلفك يا محمد. يعني الطريق إلى الجنة والطريق إلى مرضات الله سبحانه وتعالى والطريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى الذي ليس فيه التواء ولا اعوجاج، وهو طريق معناها السرعة تكون فيه معناها على أقصى تقدير والطريق معبد، هو النبي صلى الله عليه وسلم وخلف رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قاش أطيعوا الله فقط؟ عادة الخيام يقول: من كان يحلف يعني فليحلف إلا بالله أو ليصمت، وهذا بعض الأحاديث تقول فيما معناه هذا الكلام. ثم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، الحديث ورد، لا تقل ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قل ما شاء الله ثم ما شاء فلان، هذا حديث. ولكن في هذه الآية قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كلمة واو العطف. طاعة الله لا يمكن أن تكون لله طاعة إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بالسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو السراج المنير: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شاهدا، شوف، شاهدا ومبشرا ونذيرا، كان الأمر لنا نحن نقول لا، شاهدا ونذيرا ومبشرا، نسبق الإنذار. النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبشرا قبل أن يكون نذيرا. لماذا المسلمين معناها ملوكيين أكثر من الملك؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ونحن نقول، نريد أن نقول نذيرا ومبشرا، نريد أن نعكس، لسان حالنا يقول ذلك. نحن لا نريد أن نقدم النبي صلى الله عليه وسلم للناس أنه رحمة مهداة وأنه رحمة للعالمين، وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن ينقذ به البشرية من عذاب جهنم ومن الظلمات إلى النور سبحانه وتعالى، يريد أن يفعل ذلك. ونحن لا نريد من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تطبق مثل ما يريدها الله سبحانه وتعالى كذلك. نحن نريدها أن تكون على أمزجتنا، على هوانا. نريد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حاصر ثقيف، كانوا هم ثقيف اختبأوا في الحصن، وكانت الأسوار متاعهم عالية، واختبأوا في الحصن ولهم، وجعلوا داخل حصنهم مؤونة سنين، ولهم أبار من الماء تجري داخل الحصن، فهم لا يحتاجون إلى الخروج خارج الحصن. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 يوما، ثم سأل الصحابة عن إتمام الحصار أو فك الحصار، فقال: يا رسول الله، أنا ثعلب في جحر، إن أقمت عليه مات جوعا وإن تركته لا يضرك. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصاره للطائف، فقال واحد من الصحابة: يا رسول الله، كان متشدد شوية هذا الصحابي، قال: يا رسول الله، أدعو عليهم، يعني يقول: اللهم لكم، ودمرهم وزلزل تحت أقدامهم وأش عارف. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم اهدي ثقيفا وأتي به المسلمين. ما زادش 15 يوما إلا وجاء يعني ابن عبد ياليل وزعماء ثقيف، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين مذعنين موحدين الله سبحانه وتعالى، مقرين بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد سفكا للدماء. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحلب ناقة، قال: من منكم يحلب الناقة؟ في واحد قال: أنا أحلب الناقة. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي حرب. قال: أجلس، أنت اسمك حرب. وبعد قال: من يريد أن يحلب الناقة؟ واحد قال ثاني، قال: أنا اسمي أنا. قال: ما اسمك؟ قال: اسمي سهل. قال: تعال. كان يستبشر بالاسم الحسن. عندما جاء سهيل بن عمرو بيعقد اتفاقية صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان عدو لدود للإسلام والمسلمين.
قال إن الله قد سهل عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم استبشر بالاسم الحسن، قال إن الله قد سهل عليكم، لأن الذي جاء كي يوقع صلح الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه سهيل بن عمرو، فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر بالاسم. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمه؟ قال اسمي حزن. كلمة حزن هي الأرض الصخرية الصعبة، واحد ما يقدرش يصعد جبل في صخور لا يستطيع الإنسان أن يمشي فيه، ولا يمسك ماء ولا ينبت شجرا، يعني كلمة حزن تدل. والعرب يريدون أن يسمون أبنائهم بتلك الأسماء حتى تظهر على أبنائهم معناها الشجاعة والرجولة وما إلى ذلك، ووالده كان قد سماه في الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت سهل، أنت لست حزن، لست صعبا، أنت سهلا. قال لا يا رسول الله، لا أريد أن أغير اسما سمانه أبي وبقي على اسمي حزن. ما أراد اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه إياه. فقال راوي الحديث فلا زالت تلك الحزونة فينا إلى أن توفيت، فرفض أن يغير اسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد نسموه واحد حرب ونسموه مدفع ونخد نسموه معناها دبابة، امرأة بنسموها دبابة وتولي دبابة حتى في الدار ترفس معناها، فهمت كيف؟ يعني الحقيقة يعني واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال معناها قال تسموا بأسماء الأنبياء فإن أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد وأبغضها إلى الله حرب ومرة. ويكره كذلك تسمية نافع وتسمية بركة. جيل المرأة متاعك يا مرأة بركة موجود، تقول لك البركة مش موجودة، هي مخلية من قبل هي البركة مش موجودة. ولا تقول بالله النافع موجود، يقول لا النافع مش موجود، ما تسميش نافع يا أخي، سمي علي، سمي صالح، حتى كان طلع طالح ما تعمل له حتى شيء، ربي إن شاء الله يتوب عليه ويهديه. بالتالي سامحوني ساعات أنا راني نخرج من الموضوع شوية، فهمت؟ عند نهاية الوقت كلي بركة. قال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى آمنوا بالله ورسوله، فجمع بين الله ورسوله بواو العطف. قالوا كثير من الناس هذا شرك شرك، لابد الله والرسول. يا أخي الله ورسوله، الله سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأنت تريد أن تفرق بين رسول الله وبين ربه؟ لا يمكن التفرقة. الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا من عباد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يتم إيمان المؤمن إلا بهذا النبي الأمي، لا يمكن أن يكون كذلك بواو العطف. ولا يجوز إلا في حقه صلى الله عليه وسلم الجمع بين الله سبحانه وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم بواو العطف، حيث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ما شاء الله ثم شاء فلان. روى ابن حبيب، هذا ابن حبيب المالكي، أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بن الخطاب قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك طاعته، حيث قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله سبحانه وتعالى أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم صك فارغ، أعطاه توكيل مفوض، اللي يجي خلفك يا رسول الله يا محمد فهو قد أطاع الله سبحانه وتعالى. طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي بالذات طاعة لله سبحانه وتعالى، ليس فيها أدنى شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من الأدلاء على الخير، هو الذي لا يتم إيمان المؤمن إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، هل هذا النبي الأمي الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى يعني توكيل مفوض في دعوة الناس إلى الحق سبحانه وتعالى، هل هذا النبي يعني يستهزأ به ويشتم؟ لا يمكن أن يكون كذلك. إلا حاجة واحدة، هو نحن الحق لا نلوم على هؤلاء، وإن كان لنا عليهم لوم، ولكن اللوم على المسلمين حيث أنهم تقاعسوا عن التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتركت الساحة للمستشرقين الخبثاء الذين راحوا يستخرجون من بطون الكتب الأخبار الكاذبة ويخرجونها للغرب. الغرب كان لا يعرف شيئا عن الإسلام، الغرب عرف الإسلام من خلال الكنيسة، الكنيسة كانت هي الطريقة الوحيدة التي تنقل ثقافة الآخرين إلى الغربيين. المستشرقين الأوائل كلهم كانوا قساوسة، في العصور المتأخرة
تغيرت الحالة وصار هنالك من يتخصص في الاستشراق وهو ليس بقسيس، هنالك من يكون مستشرقا وهو ليس ب يعني متدين أو إنما هواته الاستشراق، ويذهب إلى بلاد العرب والمسلمين ويأخذ معناها الكتب القديمة. وهنالك كثير من المستشرقين لهم فضل كبير على هذه الأمة، حيث أنهم أخرجوا كثيرا من الكتب إلى النور. يأتي إلى كتاب مخطوط الحروف أو ضايعة، الأوراق متاعه ممزقة، فيأخذه معناه ويأتي بلجنة ويخرج الكتاب ذاك للنور، وبعد يقرأه المسلمين ويتيح يصب المستشرقين. فيهم الصالح وفيهم الصالح. المستشرقين الأوائل هم الذين نقلوا السورة السيئة عن الإسلام إلى الغربيين، ومن هذا المنطلق صار الغربيون ليست لهم مرايا تعرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بدين الله سبحانه وتعالى إلا من خلال كتب المستشرقين المتحاملين. وإنما المستشرقين المنصفين في عصور متأخرة كتبوا عن الإسلام، هنالك من كتب منهم كتب بني أبو همة، منهم محمد أسد هذا النمساوي الذي توفي معناها منذ يعني سنوات قليلة. هذا رجل معناها يعني كتب عن الإسلام وله أظن تفسير القرآن أو ما إلى ذلك. فبالتالي هي مهمة المسلمين. المسلمون لم يكونوا قد عرفوا بدينهم لغير المسلمين، مما جعل كثير من الناس إذا أرادوا دراسة الإسلام ومعرفة الإسلام فإنهم يذهبون إلى ما كتبه القساوسة المستشرقين عن الإسلام. وسببها هو أن خسارتهم في حصور الحروب الصليبية وطرد صلاح الدين الأيوبي لهم من بيت المقدس جعلهم ينقمون على صلاح الدين. حتى واحد يخيف خوف ولده يطلع للظلام يقول له ادخل جاك صلدان، بيخوفوا أبنائهم من صلاح الدين. وصلاح صلاح الدين كان رحمة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كان رحمة لهم. قال يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك، هذا عمر بن الخطاب، أن جعل طاعتك طاعته، حيث قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ففوض إليك فلم تأمر إلا بخير ورشد، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن أهل النار يودون لو يكونون أطاعوك وهم بين أطباقها يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هم في النار يتعذبوا كفار ويقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. قصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بعد انتهاء الغزوة وقع في الأسر، وانتصر فيها المسلمون في هذه الغزوة، وقع في الأسر النضر بن الحارث. والنضر بن الحارث هذا رجل كان قد خرج من مكة وساح في الأرض وتعرف على أخبار الفرس والهرمزان وملوك الروم والجن والعفاريت والأخبار التي لا أساس لها من الصحة والخرافات معناها التي ما أنزل الله بها من سلطان. قد حفظ هذه الخرافات ورجع إلى مكة، جاءت به قريش وقالت يا نضر تعالى إن محمدا قد ادعى النبوة وهو يحدث عن الجنة والنار وعن الآخرة وما إلى ذلك، فحدث ونافس محمدا، يعني منافسة إعلامية تشويش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مكة يحدث الناس عن القرآن والقيامة والجنة والنار وعن صلة الرحم وحقوق معناها الجيران يعني وبر الوالدين وما إلى ذلك، وهو يحدث عن العفاريت وعن كسرى آن وشروان وعن هرقل عظيم الروم، ويأتي بأخبار زائفة وكاذبة ويقول محمد يحدث وأنا أحدث. وكان يصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نضر بن الحارث اللي نزل فيه قوله تعالى الذي كان هنا عدة آيات نزلت في هذا الرجل، يعني من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزؤا، هذا الرجل نزلت في هذه الآية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذه هزؤا بغير علم ويتخذه هزؤا، هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول الشعر ويهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذهب مع عمرو بن العاص إلى النجاشي ملك الحبشة كي يسترد المسلمين المهاجرين إلى تلك البلاد. فلي رجل كان حرب على الله ورسوله، فبعد غزوة بدر وقع في الأسر، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عودة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب بقطع رقبته.
ففعل. فأخت النضر بن الحارث اسمها قتيلة بنت الحارث كونت قصيدة وهي على ملة قومها على دين قومها، قالت: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ بها أبلغ بها ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب تخفق، مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، أمحمد يا خير ذئن كريمة في قومها والفحل فحل معرق، ما ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، النظر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتقا يعتق، ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا رسف المقيد وهو معان موثق، هل يسمعني النظر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق. فبلغت القصيدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بمثابة الأثير القصيدة في ذلك العصر مثل التلفزيون والإنترنت تصل بسرعة فائقة. فبلغت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى عليه الصلاة والسلام وقال: والله لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه. هذا الرحمة للعالمين، مع أشد الناس عداء لدين الله سبحانه وتعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بلغني شعرها قبل أن أقتله لعفوت عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذهب إلى فتح مكة إيش كان يقول في الطريق؟ قل: ويح قريش، والله ما سألتني اليوم شيئا إلا أعطيتها إياه. ما معنى هذا الكلام؟ ماذا نفهم منه يا إخوة؟ قل: ويح قريش، ما سألتني اليوم شيئا إلا أعطيتها إياه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تصل هذه الكلمة إلى قريش قبل أن يصل هو إلى مكة حتى يتهيأ للصلح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهيئ خصومه للصلح لا يهيئهم للحرب. نحن كباش متاع نطيح، نحن لا نريد ذلك، نحن نريد الكلمة الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف كي ينصرون دين الله سبحانه وتعالى قبل هجرته إلى المدينة وكان مستضعفا في مكة، عندما دخل إلى الطائف ويطلب النصرة من هؤلاء الناس ذهب إلى دار سيد يعني الطائف، أحد واحد اسمه عروب بن مسعود الثقفي والثاني اسمه ابن عبد ياليل، وكان أحدهم متزوج من مرأة قرشية من قريش. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأكرموه وذبحوا له الخرفان وضيفوا وتفضل عندنا يا محمد أنت من قريش وزوجتنا قرشية من بلدك، وأكرموه تمام الإكرام. بعد أن بقي عندهم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغهم رسالة الله سبحانه وتعالى، فقال: أنا رسول الله ونزل علي الوحي. واحد قال: لو قالها غيرك يا محمد. الثاني قال: أنا لا أريد أن أسمعك. الثالث راح لم صبيان والصعاليك متاع ثقيف وصفهم في الشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج من ثقيف بعدما أطرد من هذا المنزل يعني، وهم يرشقونه بالحجارة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يضع رجلا إلا وترذخ بالحجارة، يرفعها يضع الأخرى ترذخ بالحجارة، إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم خارج يعني ثقيف، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يستريح تحت شجرة ودماؤه تسيل عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. وعندما جاءه جبريل قال: يا محمد معي ملك الجبال، إن شئت أطبقت عليهم الجبلين. قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم رجالا يعبدون الله سبحانه وتعالى. لو نحن كنا مكان النبي صلى الله عليه وسلم لا عملنا حرب، منا لا بداية لا ولا نهاية، ولكن صاحب الأمر وصاحب الشأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعل الله يخرج من أصلابهم رجالا يعبدون الله سبحانه وتعالى. وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما جلس الرحمة المهداة تحت تلك الشجرة كان واحد من سكان الطائف كان عنده بستان من العنب، فعندما رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم رق إليه، وكان عنده خادم اسمه عداس، قال: ها خذ هذا العنقود يا عداس وأعطه ذلك الرجل المنهك المتعب الذي دماؤه تسيل. فعندما ذهب إليه عداس ومد إليه عنقود العنب، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حبة من تلك العنقود وتبسم، حتى هو الدم يسيل ويتبسم، أخذ حبة وقال: بسم الله الرحمن الرحيم،
الرجل قال: من أي البلاد أنت؟ قال: أنا من مكة. قال: إن أهل هذه البلاد لا يقولون هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنت من أي البلاد؟ قال: أنا من نينوى في العراق. قال: أنت من مدينة العبد الصالح يونس؟ قال: ما أدراك بيونس؟ من كان لك تعرف يونس؟ أهل هذه البلاد صغيرهم وكبيرهم والمعمر فيهم والقارئ الكتب ما لا يعرف عن يونس شيء. من أي لك معرفة يونس؟ قال: ذاك نبي وأنا نبي. فأسلم عداس لتوه. خرجت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا جابت نتيجة، هو أن عداس صار مسلما. ثم رجوع النبي عليه الصلاة والسلام وجلس تحت نخلة وقرأ القرآن واستمع إليه الجن فأسلموا. ونزل قوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به ولن نشرك بربنا أحدا. يعني في هذه الرحلة أسلم عداس وأسلم الطائفة من الجن عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. بالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أي حركة يقوم بها المسلم فإنها لا تأتي يعني فراغا، إنما ستكون فيها إن شاء الله فائدة. المهم ألا يتقوقع المسلمون حول أنفسهم. لابد للدعاة للإخوة معناها الذين يتقنون لغة القوم أن يتحركوا وأن يبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو فعلا رحمة مهداة كما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. ومعذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك. جزا الله أخانا وحبيبنا أبا أيوب مختار كل خير على هذه الكلمة الطيبة التي أتحفنا بها الكلام، ولنا إن شاء الله ما وعود بعد قليل في الفقرة الشهرية. نعم، الكلام يا إخواني عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يطول، عن سيرته وعن خصائصه يطول، وربما الأخوة الذين يريدون تعمق أكثر في سيرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم العودة إلى الكتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الدين مبارك فوري. والآن عودة إلى الفقرة القرآنية مع طلاب المدرسة القرآنية مدرسة دار القرآن مع البنت سارة دباغ وسارة دباغ. تفضل.